على سبيل الوطن. قالوا كلمة قلها مرة تنهي أزمة لو كانت مرة، قلها للظالم قد نكفى شره، نأمن مكره نتوقى ضره. كلمة، أو تدري ما معنى كلمة؟ الكلمة نور، مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة، ما دين الله سوى كلمة، ما شرف المرء سوى كلمة. أو تدري ما معنى الكلمة؟ الكلمة لو تدري حرمة زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع يعتصم بها الضمير الحي، الكلمة ميزان، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور، دليل تتبعه الأمة، موسى قد أوتي كلمة، وعيسى ما كان سوى كلمة، ومحمد ابتدأ الدعوة بالكلمة، صاروا يهدون العالم، الكلمة زلزلت الظالم، وتاب الرب على آدم. أو تدري ما معنى كلمة؟ الكلمة لو تدري حياة، رصاصة قد تقتل واحد، وقتل الكلمة بضع مئات، لك أن تحصي ضحايا الكلمة، لكن ماذا عن كلمات؟ الكلمة درع الحرية، إن الكلمة لمسؤولية، وبعض الكلمات عبودية، للكلمة ضحية لا تقبل في الكلمة دية، الكلمة للحق تتمة لو نطقتها هذه الأمة. التظاهرات عراقية وما تزال كذلك، والمتظاهرون عراقيون وما يزالون كذلك، والشعارات والراية عراقية وستبقى كذلك، وما تزال سلمية برغم سقوط ضحايا وجرحى والمطالب وطن ومضت من أجل ذلك، بل لم تكن يوماً مطالب بل حقوق مواطنة للمواطن في وطن بأمة. متظاهرون يجمعهم علم ومواطنة وهوية ووطن، أقسموا هذه المرة ألا يعودوا من أجلنا جميعاً حتى نملك الغد، بعد أن فوتنا اليوم العالمي للاعنف، يوم هو الأعنف عراقياً على العراقيين جميعاً. كل ذلك وأكثر بعد أن أصبح للوطن كلمة. مشكلتنا احنا وياهم ويا البرلمان، مطالبنا نريد وطن. الوطن تعرف شنو الوطن؟ فاسدين نفسهم جاي يحاولون بيهم من مكان لمكان، قاعد نلقي دماء ونتأذى وراح شبابنا وما